I know how tired you are. I know. بس تعالوا نجو أهاد. أولا ببدأ بالشكر دكتور أيمن ودكتور محمد ودكتور أحمد فور هذا العرس الطبي العلمي والتجمع الهائل والمادة العلمية الرائعة. Thank you for the kind invitation. And it's my pleasure to present pneumococcal disease and how to prevent. مساء الخير. Let us please نقعد ونسمع. Please. Thank you. This is my disclaimer. This is the GSK symposium. However, the scientific material, as Dr. Muhammad said, it's mine. These are the outlines that I will cover. I will start with introduction to pneumococcal disease. What's pneumococcal disease? Pneumococcal disease, the group of diseases caused by bacteria called streptococcal pneumoniae. اسمها التاني pneumococcus. Summit pneumococcus because it caused pneumonia. مين اللي اكتشفها؟ These elegant men. لوي باستور ودكتور امريكاني. والحدث حصل جميل جدا انهم at the same time simultaneously and independently they discovered this bacteria. واحد في امريكا واحد في فرنسا بس اكتشفوها في نفس الوقت علشان كده ما حدش خد البريفليج اكتر من التاني. years later بداوا يكتشفوا ان النيوموكوكس دي مش بكتيريا واحده. دول ميني سيروتايب. سنة 1940 يعني few years after discovery of this bacteria طلعوا لها 80 نوع 80 سيروتايب. ده لحد الوقت ده. الفاكسين أول فاكسين synthesized ومانيفاكتشرد كانت 1977. تعالوا بقى نقول هي إيه النيوموكوكس دي؟ النيوموكوكس زي ما دكتور أحمد قال زي المننجوكوكل. بكتيريا هي بوليساكرايد بكتيريا. يعني ايه؟ يعني الممبرين بتاعنا كده كفرد بطبقه اسمها كابسولار بوليساكرايد. يبقى دي كابسوليتد يعني بوليساكرايد كبسول سراوندينج ذيس بكتيريا. البوليساكرايد ده هو اللي بيحدد نوع هذه البكتيريا. بيزد على هذه البوليساكرايد فاكسين النهارده عندنا 100 سيروتايب. كانت شوفوا 1940 كانوا اونلي 80 النهارده بقوا 100 سيروتايب وبكره هيكونوا اكتر وبعده هيكونوا اكتر. يعني day after day we discover new serotype from this bacteria. الجميل انواعها كتيره بس الجميل في هذه البكتيريا ان some serotype بتبقى more immunogenic than the others. Some serotype بتدي hazards in certain age group than the others. يعني مش كل ال 100 سيروتايب بنفس الاهميه في نفس الاعمار. والحاجه كمان المهمه في هذه البكتيريا ان في حاجه اسمها كروس رياكتيفيتي. يعني ايه كروس رياكتيفيتي للناس اللي بتتعامل مع الاميون سيستم؟ كروس رياكتيفيتي يعني certain bacteria can give immunity to itself and to other serotype. And this is called cross reactivity. Based على كده بقى تعالوا نجو ان ديبث ازاي بيحصل النيوموكوكال ديزيز. It's a droplet infection. واول ما بنسمع كلمه droplet هنقول انها طبعا highly infectious. دي droplet infection. لو حصل هذا الديزيز في له spectrum. بصوا للسبيكترم قد ايه كبير من اول الكارير. والكارير ده في حالتنا احنا بقى في النيوموكوكل مش زي المننجوكوكل. اغلب الكاريرز اطفال. في المننجوكوكل اغلب الكارير ادوليسنت. هنا اغلب الكارير اطفال. فمن 20 ل 60% of the carrier of this bacteria are children. و10% بس adult. او ممكن يحصل لي حاجه اسمها non-invasive disease. مين هو النون انفيزيف؟ يعني ما انتشرش عن طريق الدم ودون اوتيتس ميديا نيومونيا اند ساينوسايتس. او ممكن يحصل لنا انفيزيف ديزيز
invasive يعني ايه؟ اللي هم يعني ممكن نشوف الجماعة اللي ورا النكتة اللي حزقتكم قوي عشان نكتة جامدة بس أرجوكم مش قادرة مش قادرة بره يا طيب. ها اخر يا. اخر جريد وهو اصعبهم هو الانفيزيف نيوموكوكال ديزيز يعني ايه؟ يعني invaded the blood and reach the some of our precious organs. Sepsis can be the presentation. Meningitis يبقى meningitis مش بس meningococcal meningitis في pneumococcal meningitis. So meningitis it is a disease caused by the streptococcal pneumonia. ممكن تبقى endocarditis ممكن تبقى arthritis. طب مين الهاي ريسك جروب for this invasive disease؟ هم دول الهاي ريسك جروب. Children below 2 years of age are at risk. Adult above 65 years. مجموعة من الأمراض including sickle cell disease patient including diabetic including الناس اللي عندهم cardiological disease. يبقى دول الريسك جروب اللي لازم يبقوا vaccinated against this disease. وده الجراف اللي بيورينا إزاي children below 2 years of age are at high risk of this disease. طب what is the burden of this disease? يبقى disease ده what is the burden? The burden is really high. الترينجل ده كل ما نزلنا لتحت بقينا very prevalence كل ما طلعنا لفوق بقى disease severity. تعالوا بصوا كده للأرقام وبقينا بنتكلم على الأرقام غالبا مش هنلاقي أرقام في مصر. الأرقام جاية من US ليه؟ علشان هما بيأيدوا كل حاجة. بصوا الأرقام عندنا من 5 to 7 million case otitis media per year. هنطلع لفوق هنلاقي عندنا 1400 pneumococcal meningitis per year. أرقام كتيرة بتعمل definitely disease burden morbidity and mortality. فلو جينا نتكلم على المورتاليتي unfortunately from 5 to 7% of person who get infected will die from pneumococcal disease. لو جينا نقولها في absolute number هنقول الديثز بير يير اكتر من 400 actually 300 الف child below 5 years so it lead to mortality. لو جينا نتكلم على morbidity و hospitalization it leads to morbidity based على جا فين disease. Hospitalization في عندنا اكتر من 150 الف hospitalization بير يير. لو جينا نتكلم على الفاينانشال كوست it really counts because الهوسبيتاليزيشن لها كوست الانتيبيوتيك يوز لها كوست definitely الاندايركت كوست برضو لها كوست development of antibiotic resistance لها كوست لانه الامراض دي كلها بتتعالج بانتيبيوتيك وممكن تجنريت antibiotic resistance. الصورة احسن من 100 كلمة للأسف الشديد. بصوا للصورة دي هتلاقوا مصر العزيزة ما زالت لونها أصفر. يعني ما زالت لونها أصفر يعني لسه فيها reported cases of morbidity and mortality من هذا الديزيز وما تحولناش إلى اللون الأزرق اللي هم عرفوا يكونترول ويمينيمايز النمبر of this disease. هفرقوا على شوية صور أهم من أنا أقول لكم قد إيه الموربيديتي ممكن تحصل من هذا الديزيز. If meningitis occurred these are the results of meningitis. Great morbidity and maybe mortality. حتى الأوتيتس ميديا اللي احنا فاكرين انها حاجة بسيطة هي لو حصل منها complication عايزين نقول autogenic brain abscess المورتاليتي ريت بتاعته عالية جدا من يعني من 7 to 61% ممكن يتليد تو مورتاليتي. طبعا ولو واحد جاله أوتيتس ميديا وجاله هذا الماستويد فيستيلا it's really bad despite it's not fatal disease but it lead to great morbidity. يبقى المختصر المفيد this disease of high burden morbidity and mortality. بالإضافة للmorbidity and mortality it is a disease with burden financially. وهذه البابليكيشن في سنة 2018 بعد ما عملت الeconomic cost and economic burden of this disease ادت conclusion we should prevent this disease علشان هو low financial burden. Preventive action is recommended, should be conducted regularly. طيب, هنوصل للليفل التالت. طب how to prevent this disease of high morbidity and mortality؟ كلمة قاطعة زي ما قالها كده دكتور أحمد.
Vaccination, vaccination, vaccination. It's important to vaccinate our children to become healthy adults. يبقى vaccination is the way. Vaccination is recommended. The WHO recommendation لكل الأطفال below 2 years, كل الكبار above 65 years, and to من الأج من 5 to 65 for certain indication, زي ما قلنا sickle cell disease, diabetic, cardiac disease, الناس اللي هم high risk to develop a pneumococcal disease. الصورة دي لما شفتها زعلت جدا. ليه؟ لأنه كل البلاد الخضراء دي دخلت المننجوكوكال فاكسين in their regular vaccination program. Unfortunately, مصر ما زالت لونها gray, ما زالت not introduced pneumococcal vaccine فيها. فأتمنى أن الصورة دي تتغير. طب إيه هي أنواع الفاكسين اللي ممكن نستخدمه؟ عندنا نوعين, البوليساكرايد فاكسين والبروتين كونجوجيتد فاكسين. ريزومي بسيط كده, إيه الفرق ما بينهم؟ طبعا البوليساكرايد هو الأول في الاكتشاف, هو اللي اكتشف الأول, وأول فاكسين اكتشف كانت 1977, وكان بوليساكرايد 14 سيروتايب بس, ريبليست بال 23 سيروتايب اللي هو موجود حتى الآن في سنة 83. years later بدأ البروتين كونجوجيتد نيوموكوكال فاكسين يتصنع من سنة 2000, وكان only 7 سيروتايب, ريبليست توتالي في سنة 2010, 13 اتعملوا مع بعض في سنة 2010. بس على فكرة ما وقفوش الاختراعات عند كده والاكتشافات عند كده, لأن في سنة 2021 في another pneumococcal vaccine, protein conjugated vaccine, اللي هي including 15 serotype وincluding 20 serotype, not indicated to children till the moment, ونot regularly used لأنه ما لقوش فيها فرق ما بين السيروتايب التانية, عشان كده مش هنتكلم عليهم كتير. طب يا ترى ايه معنى الارقام اللي جنب الفاكسين؟ الارقام دي denotes the number of serotype included in the vaccine. حد فيكم فاكر هم كان كام serotype للنيوموكوكال فاكسين؟ 100. يبقى الكلمة please not, it's impossible to include all the serotype in one vaccine. It's impossible. ولكن عايزين أحسن فاكسين يدي أحسن إميونيتي في المكان. طب هو الفاكسين بيدي إميونيتي إزاي؟ بيدي إميونيتي بطريقتين. الطريقة الأولانية إنه بيصنع لنا أنتي بادي, والطريقة الثانية إنه لازم يستيميليت سبيسيفيك تي سيل, علشان هي دي اللي هتخلق الميموري سيل وهتعمل لنا اللي ما يسمى الانيستيك رياكشن. لما نتعرض للميكروب ده تاني يطلع جش اوف انتي بودي سريعه جدا. هي دي الطريقه اللي عايزين بيها الفاكسين يبقى افكتيف. تعالوا كده نشوف الفرق بين التو فاكسينز دي. هنلاقي الفاكسين اللي هو البولي صف الشديد does not stimulate specific T cell, علشان كده ما فيهوش memory cell, علشان كده immune protection بتاعه بتوان by time, بتdecrease by time, علشان كده بالرغم انه بيحتوي على serotype اكتر بس هو weaker. علشان كده البلاد كلها بتتحول للبروتين conjugated pneumococcal vaccine, علشان هي بتlead to specific T cell stimulation, وعلشان بتدي memory cells عالية وبتدي long term immunity. هكرر مرة تانية, ال 15 وال 20 مش هنتكلم عليهم لأنهم not indicated for children, وعشان الستاديز اللي اتعملت عليها ما لقتش فرق كبير ما بينهم وبين السيروتايب اللي أقل, علشان كده هنسسبند الكلام على النوعين دول بالرغم ان هم recently introduced to the market. لو جينا نفرق بين البي سي في 10 والبي سي في 13 اللي هي النيوموكوكال كونجوجيتد فاكسين ب 10 سيروتايب اللي هي سينفلوراكس
وال13 هم مين؟ هم الستة ايه وال19 ايه والتلاتة. هناك publications وحنطلع دلوقتي حالا البابليكيشن انه احنا عارفين ان في حاجة اسمها cross reactivity between serotype. يعني ايه cross reactivity؟ يعني انا ببقى vaccinated بcertain serotype and it will protect me against other serotype not included in the vaccine. وده معروف في نيوموكوكال سيروتايب الكتيرة إن فيها كروس رياكتيفيتي. وبالرغم إن السيمفلوراكس اللي هي البي سي في 10 does not include ال 6A وال 19A والتلاتة, despite of that it gives protection against ال 6A وال 19A عشان ما يسمى الكروس رياكتيفيتي. يبقى despite there is difference in the number, however, على أرض الواقع في الـ practical life there is no major difference. ولهذا looking beyond the serotype, please look beyond the serotype and focus on the effectiveness in a particular setting. والـ cross reactivity هنا has a great role. طيب, if we moved when to give this vaccine, في عندنا two protocols to give, بيختلف زي ما كده قال لنا دكتور أحمد, يختلف على من كل بلد لأخرى حسب البادجت والإيكونومكس اللي بتحكم الفاكسينيشن, والاثنين effective. يا إما بدي ثلاثة doses plus one booster dose, يا إما بدي اثنين doses plus one booster dose. أي dose هي عبارة عن نص ملي intramuscular أو subcutaneous. النيوموكوكال فاكسين بيتاخد انتراماسكولار او سبكوتينيوس. طب امتى نديهم؟ هنديهم لو هم 3 دوزز هنديهم 2 4 6 على الاقل يكون الفرق بينهم اقل من 4 اسابيع, والبوستر دوز بتاعنا من 12 ل 15. لو هتاخد 2 دوز هتاخد اي 2 دوز من 2 او 4 او 6, انما دايما البوستر هتتاخد من 12 ل 15. طب what is the effectiveness and safety of the Synflorex او pneumococcal vaccine 10؟ كلمه واحده غنية عن كل السلايد اللي أنا هطلعها بعد كده. كلمة WHO CDC في سنة 2012 قالت إيه؟ They recommend routine immunization with pneumococcal conjugate vaccine for all infant. بص كده للgrade of the evidence. The grade of the evidence is 1A. This is the top grade evidence. This is the strongest recommendation. لما لقي الرقم واحد وجنبه رقم A, this is the strongest recommendation. ودول تبعوا شرح هذه الريكومنديشن بكلمة واحدة, هي قالت إيه؟ There is no evidence the vaccine superiority of one type over the other. يعني مش فارق معانا نطعم أنهي serotypes. الاثنين كويسين, البي سي في 10 والبي سي في 13, فكل بلد تختار حسب الايكونومي اللي عندها. ولكن دي كلمه بتقول اتس افكتيف اتس سيف لان الدبليو اتش او طلعتها ريكومنديشن خلاص. طيب هيدينا وات ذا افكت اوف ذيس اوف ذا سينفلوراكس. هيحمينا من كل السبيكترم, يعني هيمنع الكارير, فهيدينا حاجه اسمها هيرد اميونيتي. حد عارف يعني ايه هيرد اميونيتي؟ هيرد اميونيتي يعني بن بروتكت الان فاكسينيتد بيبل. يس, اف وي فاكسينيت اور تشيلدرن وهم اكبر كارير لهذه البكتيريا, it will give protection to the unvaccinated people in the community, and this is called herd immunity. And happily this vaccine gives herd immunity, plus انه بيمنع النون انفيزيف ديزيز, وبيمنع ديفينتلي الانفيزيف ديزيز, وكمان بيعمل افكت. يعني انا رايي انه فيري امبورتنت انه بيديكريز الانتيبيوتيك يوز, فبيكونترول المصيبه الكبيره بتاعه ال anti-microactive disease لكل السبيكترم, وكمان for
نقول rationalizing the antibiotic use. طيب عايزين بقى شوية evidence بقى وشوية همر عليهم مر الكرام، لأن زي ما قلنا recommendation of the WHO is يعني كفاية زي ما بيقولوا كفاية. في حاجة أكتر من أنا بفولو الـ WHO recommendation، في حاجة أقوى من أنا بفولو الـ CDC recommendation. I think nothing is stronger than that. However، هقول لحضراتكم دلوقتي هو الـ WHO وسيقوم على use of these vaccines في هذه البلاد: كيبك في كندا، سويدن، نيوزيلندا، موراكو. استخدموا ايه، انهي نوع؟ زي ما حضراتكم شايفين كده استخدموا الانواع متقلبة، يعني بدأ في بلاد بدأت بالبي سي بي 10 اللي هي السينفلوريكس، وبعد كده حولوا للبي سي بي 13، وبعد كده رجعوا تاني للبي سي بي 10. يبقى اعرف الحركات دي بتاعة التحويل من نوع لآخر not based on science، هي based on فلوس. فلوس هي اللي بتحولنا من نوع إلى نوع. تعالوا go through these experiences. بس اللي أنا يعني بما أني I'm a speaker of GSK now، أنا بس هزوم إن على حاجة واضحة قدامي، إن most of the country changed to الأخضر. اللون الأخضر في هذه السلايد means Synflorex، means الـ BCV 10. لو جينا بصينا كده، حتى لو لقينا إن في ناس كانت بتستخدم الـ BCV 13، most of the country تحولت للأخضر. And this a great proof. It is an effective vaccine. And they are effective as each other. Okay. طيب أنا هعرض مع حضراتكم دلوقتي الجافي ريزالت. مين هم؟ حد سمع على جافي انستيتيوت؟ احنا غالبا هنسمع عنها قريب جدا في مصر، لأن غالبا احنا داخلين. حد سمع عن الجافي اورجانيزيشن؟ طب الجافي اورجانيزيشن دي نون بروفيت اورجانيزيشن، هدفها الاساسي انها تو بروفايد فاكسينز فور لو انكم كانتريز. مين اللي وراها؟ وراها بيل جيت طبعا، مؤسسه بيل جيت الخيريه، ولكن معاها حاجات جديده زي الوورلد بانك وزي WHO وزي CDC، يعني فيها منظمات كثيره بتسبورت هذه الاورجانيزيشن. هذه الاورجانيزيشن بتبروفايد فاكسينيشن فور فري فور لو انكم كانتريز. طيب هم قليلين؟ لا مش قليلين، دول انكريزلي اند كاميلاتيفلي عمالين يزيدوا يير افتر يير. الحاجه الجميله في الموضوع ان هذه المؤسسه انكلودد كل الفاكسينيشن دي، انكلودد النيو موكوكال فاكسين. بتقدمها لكام كونتري؟ بتقدمها لكل الكونتريز اللي باينه عند حضراتكم باللون الاورنج دي. تعالوا نشوف الريزلت اللي تمت من الجافي ستادي. الجافي ستادي دي اهو، بصوا المنظر، طعمت تقريبا كام تطعيم؟ اكتر من 500 او اراوند ال 500 جرعه، 500 مليون جرعه، 500 مليون جرعه. حمت ناس قد ايه؟ حمت ناس طعمت قد ايه منهم اطفال؟ ال 500 مليون كام منهم طفل؟ تقريبا 146 مليون طفل. طيب حمت كام واحد من الانفيزيف ديزيز؟ اكتر من 5 مليون حاله انفيزيف ديزيز. حمت كام واحد من الموت؟ اراوند 580 الف حاله وفاه. اند افري لايف كاونت. الارقام دي طبعا ارقام فيري ريسبكتبل. If we zoomed in على باكستان، وهي كانت أكبر دولة خدت أكبر عدد من الشوتس، تعالوا نقول كده إن هذه الدولة، بصوا كده المورتاليتي قلت قد إيه من أول ما دخل هذا البرنامج عندها 2011، سنة 2011 لغاية 2019. Look how the death decreased significantly. طب لو جينا نروح لانذر ستادي اللي هي الفن انفيزيف نيمونيا، الفن ستادي دي في فنلندا،
حتة دولة كده صغيرة كده أهي، بس طبعاً هي كل البوبيليشن بتاعها. طعمت كام جرعة من النيوموكوكال فاكسين الكونجوجيتد، البروتين كونجوجيتد اللي هو السيمفلوريكس البي سي في 10؟ طعمت تقريباً أكتر من 30,000 جرعة للأطفال. حصل ريدكشن للإنفيزيف نيمونيا وللنيمونيا، للإنفيزيف نيوموكوكال ديزيز وللنيمونيا، إيفن للتمبانوستومي يعني الاوتايتس ميديا قلت، والانتي مايكروبيال ريزيستنس قل. يبقى وحطوا كونكلوجن ذا بي سي في 10 سيمفلوريكس از ان افكتيف في فاكسين اجينست الانفيزيف نيوموكوكال ديزيز. طيب ريل وورلد اكسبيرينس من كوبيك في كندا بتقول ان السيمفلوريكس عمل ديكريز اوف ذا انفيزيف نيوموكوكال ديزيز باكثر من 35%. طب لو جينا نقول هو بيحمي من اني سيروتايب، طبعا هو المفروض بيحمي من السيروتايب اللي انكلودد في البي سي في 10، ده الكلام المنطقي عادي كده. يبقى هو حمى من كل السيمفلوريكس سيرو تايب، وده كلام احنا مقتنعين به انه اكيد هيحصل، ولكن حمى كمان من كل البي سي في 7 سيرو تايب اللي هي انكلودد جواه. بس بصوا كده، ده ال 19A اللي هو مش موجود في السيمفلوريكس، حصل فيه ايه؟ لا ده قل كمان، and this is what's called cross reactivity. So despite 19A is not present in this vaccine، ولكن السيمفلوريكس protect against pneumococcal 19A because of the cross reactivity. طب تعالوا نقول كده ال 6A أخباره إيه؟ برضو في كوبك عملوا assessment لل protection against the 6A. بص كده معايا، هتلاقي إن السيمفلوريكس اللي هو البي سي بي 10 إدى protection against ال 6A بنسبة 97% if compared للبي سي في 7، وبنسبة 84 if compared to the BCV 13. So despite 6A is not present in the Simflorex, despite of that, Simflorex get protection against pneumococcal infection caused by the 6A. And this is because cross reactivity. السويد عملت ايه؟ السويد من الدول اللي مشت التو فاكسينز ان بارالل، Simflorex and the BCV 13، وقالت ان reduction of the invasive pneumococcal disease حصل في الاثنين، في السيمفلوريكس بنسبة 73% وفي البي سي في 13 بنسبة 70% فقط. So both are effective and Simflorex is as effective as others. في موراكو وهي بلد شبهنا، بصوا برضو نفس القضية، حصل ريدكشن في نيوموكوكال انفكشن، وبصوا هنا لس 19A بالرغم من السيمفلوريكس هو اللي من سنة 2012 ال 19A ما طلعش. يعني ايه؟ يعني still under control، still Simflorex give protection against 19A. الحلو في هذا الفاكسين انه can be given with all vaccination of children. بصوا كل الفاكسينيشن، so it can be used with all vaccination in children concomitantly بس in different sites. I reach my conclusion أنهي بكلمة عشان هي جافي انستيتيوت، بكلمة بيل جيت، every life count، every life have equal value. لو سمحتم protect your children by vaccinating them. Vaccine is the right of every child. أتمنى الصورة دي السنة جاية نيجي بصورة مختلفة ومصر تبقى included في الدول اللي دخلت النيوموكوكال فاكسين. وحنهي بهذا السلايد. CDC قالت ايه؟ قالت في هناك 14 diseases you must forget about. ليه؟ because of the vaccine. وبصوا كده نمرة 10 هو النيوموكوكال فاكسين. We should forget about this vaccine إن شاء الله. Thank you so much. شكرا دكتورة إلهام.